الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي نسمى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقول آمين إن شاء الله إن شاء الله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، محاضرتنا النهارده إن شاء الله المحاضرة الثالثة في دورة المواليد. أول محاضرة كانت لفضيلة مولانا الشيخ عيد عن فضل الحج. المحاضرة الثانية لفضيلة مولانا الشيخ صلاح في مناسك الحج وأحكام الحج. المحاضرة الثالثة إن شاء الله النهارده مع فضيلة مولانا العالم العلامة سيدنا الشيخ أحمد زكي عطية طوبة، عالم القراءات الشهير، صاحب الكلمة الطيبة والحكمة الرفيعة العالية. سيدنا الشيخ له إنجازات كثيرة في شتى العلوم وتخصصه الأصلي في القراءات العشر، إلا أنه فقير فرض أصولي. حدث ما شئت من علوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره. آمين. قل آمين يا ملائكة. آمين يا سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ النهارده هيكلمنا عن حد نمرة واحد. عايزين سيدنا الحاج من ناحية الخبرة، معظم السادة اللي موجودين كلهم شباب، فاحنا عايزين الخبرة. سيدنا الشيخ الحمد لله حاجة أكثر من 16 مرة، عمرك ما تعديش، فاحنا عايزين الخبرة. نمرة اثنين، سيدنا الشيخ ربنا فتح عليه في علم النت والكمبيوتر، فجايب لنا آخر حجة اللي هي 2010 في آخر مناظر، عشان لما نروح ما نبقاش أغراض إن شاء الله. استنى بس مولانا كده. نعم. نروح ما نقلقش. نروح إن شاء الله. كله موجود من الواحد الأحد. كل ما راح نروح بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فيوم الأيام لا نفسنا حقنا ولا نفيد مرة إن شاء الله. فهنشوف مناظر، هنشوف تحت المناظر أحكام سيدنا الشيخ فقيه الحمد لله. هنشوف في المواقف فيها خبرات. اهم حاجه هنبص المستقبل ايه، الماضي ايه، الحاضر ايه. سيدنا الشيخ الحمد لله هيطوف بينا كده على مده ساعه، ساعه ونص، ساعتين في مناسك الحج، ولكن بطريقه المشاهده عشان لما نروح ما نكونش اغراض عن المكان ان شاء الله. ربنا يفتح عليك مولانا ويعزك ان شاء الله، يجعله في ميزان حسناتك. والشيخ يعني بيقعد في القاهره ثلاث ايام، انما قليل نص يوم عن طلابه وعن احبابه، لكن الشيخ لما عرف ان احنا بنتكلم مع مشايخ طلبة الازهر فلبى الدعوه. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. طبعا السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ هشام ما خلقوش غير ربنا، مش هتبقوا عارفين يعني اللي خلق ربنا. فبيقول كلام قد كده اهو، واحنا لسه يعني ما عندناش الا ان نصدقه فيما يقول لعل الله يتقدم يمكن. بالنسبه للحج، الحقيقه لو بدانا احنا بالحج نشرح كده عن الاول شرح عام عشان نتصور موضوع الحج. الحج دخلت فيه الامه كما قال الحبيب المصطفى وشبه زمان الصلاه، دخلت الامه في الحج الى يوم القيامه. فلابد من الامه عشان الحج. الامه بتقول لاحد ثلاث انظمه، أو نظام التمتع، ثاني نظام
الإفراط ثالث نظام الفراغ. فالتمتع أن أعد العمر الأول وتحلل من ذلك. والعمر سهلة جدا لها أركان سهلة أركان حصل لا أركان أربعة خمسة
يعني خلي بالك تعمل نفسك صح، تحافظ على نفسك وعلى حواليك صح، عشان بعدين هيبيع الفكر بتاعك او حاجه. فموضوع العمره عمل زي العمره، عمره بسيطه زي ما قلنا، مجرد انك انت تحرم. والحرام مش لبس، الحرام نية كلها. اللهم اني نويت العمره، يبقى دي انت تلبست بالعمره مع اقتران النية بالتلبيه. اللهم اني نويت العمره فتقبلها مني ويسرها لي واعني على ادائها. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك وملك لا شريك لك. كده انت تلبست بايه؟ بالاحرام، سواء كنت لابس او مش لابس. يعني لو لابس هدومك العاديه وقلت النيه دي كنت ناوي فعلا تحرم، يبقى انت تلبست بالاحرام، ويبقى ركن الاولاني من العمره او من الحج تم. علشان احرم، علشان احرم واضرب نفسي بقى اصرف عشان بقى اقطع قطش ضوافري، يبقى هيبقى عليا فديه. الهمه مش ان انا ادفع فديه، الهمه ان انا عايز ارجع من الحج للغلط. يبقى حج مقبول ما فيهوش اخطاء، يبقى الحج بالنسبه لك او العمره بالنسبه لك بدون اخطاء. اول حاجه عملت خمس طوائف، احلى شعر العاده والجبن، ابتسم بنيه غسل الاحرام، والبس ملابس الاحرام، قول ان انا ما احرمتش. واقف عايز المره ما فيش مشاكل خالص، اقول لك ان انا بس انا لسه ما احرمتش، بس انا عملت ايه؟ التجهيزات اللي قبل الاحرام. مجرد ما انا قبل الميقات بتاع الاحرام اقول اللهم اني نويت ان هو يبقى ايه؟ نويت العمر او الحج تلبست بالاحرام. و تعرفين اخذت ودرست طبعا مواقيت الاحرام، ما درستوش الكلام ده. شفتوها ولا تشوفها؟ الحرم الطواف الساعه
وبعدين وقوف عرفه. احنا قلنا الاركان الاخرى اللي هي الاحرام والطواف والسعي سبع اشواط رايح شوط وراجع شوط، عشان في ناس بتاخد رايح تاني شوط وبينقطع نفسهم 14 شوط. بدل ما يمشي 3 كيلو ونص بيمشي 7 كيلو. يعني ما عشان ما سالش، لو سال يعرف انه رايح شوط وراجع شوط. ده 7 اشواط مش شرط فيه ممكن انك تكون متوضع، يعني لو كنت الوضوء ما يبقاش حاجه كامل، ولكنه افضل ان تكون على طول. نعم. ما هو انت بتتكلم الكلام اللي انت ذاكرته مع الشيخ صلاح وعن باقي اللي هو الدهون الموالاه والكلام ده كله موجود عندك، كل ده موجود. انا مش عايز اشرحه ولا تحبه يشرح كله، ما عنديش مانع، بس الوقت بتاعك. في الموضوع ولا اختصر وتشوفه جديد دلوقتي؟ شوف عايزين نشوف جديد، عايزين نشوف جديد. انا برايي رايي ما تشوف اخر حاجه وانا بشرح في النص هقول الكلام ده. يعني مش شرط ان المواليات ولا تنقطع المواليات انك انت تطلع تتوضا وترجع، مفيش مشكله، ولا تنقطع المواليات انك تقعد شويه ترتاح بالنسبه للساحل بالذات. ها؟ واحد مفيش مشكله دي. يبقى عندنا مفسدات الحج، ترك الوقوف بعرفه في وقت محدد، ترك ركن من اركان الحج السابق بيانها، الجماع باي جاهليه يقوم بالعبور مع اجريه او غيره قبل التحلل للاصغر قبل بني الامر في العرفه بعد الوقوف بعرفه، يبقى ده اللي هي ايه مفسدات الحج. اما الحج هنشوفها بسرعه كده، انك مخير بين ثلاث امور. اول حاجه التمتع، ثاني حاجه الافراد، ثالث حاجه القرار. السهوله في الموضوع ان الثلاثه زي بعض، يا اما اعمل العمره الاول واتحلل منها وافضل كده مرحرح يحل لي كل شيء لغايه يوم 8 ذي الحجه، ابتدي احرم بالحج وادي مناسك الحج. باسم تمتع، تمتعت بالعمره الى الحج، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج، الا انه ساق الهدي فلم يحل حتى حل منها جميعا. وكذلك تبعه في ذلك سيدنا علي بن ابي طالب اللي كان جاي من اليمن، اما بيقول له بما اهللت يا علي؟ قال اهللت بما اهل به رسول الله. ازاي دي بالظبط؟ فسيدنا علي بن ابي طالب كان سايق نوق قدامه جاي سايق الهدي وشعاره ومدهسه عشان تتنحر يوم العيد، وسيدنا النبي كذلك مجموع الاثنين مع بعض النوق اللي سقفهم النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا الامام عليه كرم الله وجهه 100 ناقه. لو في واحد كان بيسالني سؤال امبارح بيقول لي يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني العيشه بتاعته جافه شويه وحتى يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقف في بيتهما سبع سنين لا. قلت له كان في كم واحد بيحبوا مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ 20,000. هو كان ربنا بيعطيه من الفيء من الفتوحات، كان النبي عليه الصلاه والسلام بياخد الخبز علموا انما غنمتم من شيء فساهم لله خبزه وللرسول. الخبز للنبي عليه الصلاه والسلام، فكان الخبز ده مبلغ وقدره، فالنوق دي كانت نوق صادقه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام بتاعته. فعايز ياكل الناس دي كلها، ياكل ال 20,000 ازاي؟ يقوم يشرب 100 ناقه يتذبحوا بقى ويتشرقوا ويتوحدوا ياكلهم هو بقى نفسه. يعني ما اللقمة قد كده تقضيه كأس الرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني فالسؤال
السؤال اللي سأل الحقيقة لو جبنا الإجابة اللي أنا بقولها لكم دي دلوقتي، إن سيدنا النبي كان عايز يأكل الناس في البداية أكلنا إزاي؟ طيب يبقى التمتع هيبقى إيه؟ إنه نحن بنعمر في أشهر الحج، يعني لو واحد مننا طمع أول يوم عيد الفطر عمل له عمرة تنفعه عمرة الحج، يبقى عمرة التمتع. يرجع على بلده بقى كمان ويجي مسافر بالحج، يحرم بالحج بس ويبقى اسمه متمتع وما عندوش هدي كمان. ليه ما عندوش هدي؟ لانه ما اسقطش احد السفرين اللي احنا التمتع بنجمع علشان بنحرم من مكاننا في مكه، فده يبقى اسقطت السفر بتاع الحج. المفروض ان انا العمره بجيها بسفره والحج بجيب سفره، فلما اسقط احد السفرين نقص، فبذبح علشان اعوض هذا النقص. ماشي؟ فبعد كده بعد ما يفرح من العمره ويحل منها يفضل له كل ما للمتحلل منه، الا انه خلي بالكم ان هو لسه في الحرم، يعني لا يحل له الصيد ولا يحل له تنفيذ الصيد الى اخره، الامور الخاصه بالحرم. بعد كده يوم 8 دي الحج يبتدي يعمل ايه؟ يحرم بالحج. الحج سهل يا رب، اركان سهل، احرام، وقوف بعرفه، طواف الافاضه، والسعي، الحلق او التقصير، والترتيب بين الاركان. يبقى ده اللي هي ايه؟ في ناس بتقول الترتيب ده مش حكم، لكن احنا بنعتبره الترتيب. ما تقدرش انت تعمل بقى بده الا في بعض الحاجات اللي نص عليها سيدنا رسول الله. قال يا رسول الله ما شعرت قفت قبل ان ارمي، قال افعل ولا حرج. بعد ما قف عرفه قال لهم افعل ولا حرج، يقول لي ايه؟ الامور ما سئل عن شيء الا وقال افعل ولا حرج، لكن ما وقفش على عرفه، يقول له ما وقفتش على عرفه، يقول له افعل ولا حرج، يقول له لا. يبقى هيك كل سنه وانت طيب. وضحت؟ فيبقى هنا هو ادي الاركان بتاعت الحاجه سهله. طيب ايه الافراد؟ الافراد دي المهم فيه انه بعمل كل نسك لوحده، بحرم بالحج الاول وانا جاي من بلد، وادي جميع مناسك الحج، وبعد ما اخلص مناسك الحج بعد رابع يوم العيد بخرج الى الحج التنعيم او غرانا او هنشوف حدود الحرم دلوقتي، بخرج اليها واحرم بالعمره. يبقى انا احرمت من ميقات الحج من بلدي، واحرمت ميقات العمره من ميقاتها وانا جوه مكه، خرجت الى الحل ورجعت عملت العمره بتاعتي. فبدا اسمه ايه ده؟ افراد. فانا ما عرفوش هدي لان كل نسك معمول لوحده. في نظام تاني اتعمل برضه، جميع الانظمه دي على فكره اتعملت في ايام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، حجه الوداع، والنبي عليه الصلاه والسلام حج مره واحده في حياته، حج مره واحده النبي عليه الصلاه والسلام. ولما سالوه قالوا له الحج كل عام يا رسول الله، بس سالوا تاني الحج كل عام يا رسول الله، قال لو قلت لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. تخيلوا بقى النهارده الحج، النهارده العدد الحجيج قد ايه النهارده؟ 5 مليون وستين. نعم، بيوصلوا بقى ل 5 مليون و4 مليون ماشي. تخيل بقى لو كل سنه هيطلعوا الناس يحبوا، وان شاء الله ما فيش بقى مش هيبقى فيه، يبقى لازم نعمل مكه في كل بلد عشان تفرح. العمليه صعبه. ها؟ عشان كده لو قلت نعم لوجبت وما استطعت. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما سئل عن شيء الا المهم. القران انت بتدخل الامور جوه الحج بقى. اللي ممكن تعملهم باحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد. بس هو ده الموضوع. فالقران انواع افضل. في ناس قالت الافراد افضل من كل نسك لوحده،
وفي ناس تاني كمان تناقض القوة اللي عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة، وفي ناس تاني حرام ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته. هو كلهم كنا قارنات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طبقا صاحب شاي واحد. الحقيقة الأفضل هو الأنسب دلوقتي. الأنسب بالنسبة لك أنت إيه؟ أنت هتسافر بعد أسبوع، قدامك لسه على يوم عرفة حوالي 15 20 يوم، ما تقدرش تقعد الفترة دي كلها محرم، هتعمل أخطاء إحرام. فيبقى أفضل حاجة بالنسبة لك إيه دلوقتي؟ التمتع. تعمل العمرة وتتحلى وتستنى وبعدين تعمل الحج وتتحلى. يبقى ده أفضل حاجة. طب أنت رايح عرفة بيوم وماشي ثالث يوم العيد، ده ما عندكش حاجة تعملها إلا القرآن، مش هتقدر تعمل إلا القرآن، إنك هتخلص يبقى خلصت المناسك كلها. طب أنت هتقعد بعد بقى الحج فترة طويلة وأنت راجل على قدك ما عندكش فلوس تشتري لك، لا يبقى أنا أحرم الحج وأستنى محرم و بعد الحج استنى ولا يوم العيد واطلع اعمل لي العمره بتاعتي وعملت الافراد. يبقى هنا الافضل بالنسبه لك هو الانسب. الانسب لحالتك انت تحت احتراق. واضح؟ نعم يعني الناس اللي معاك واللي هيطلعوا معاك وانتوا هتمسكوهم هتقول لهم على الانسب. انت طالع امتى يا ابني؟ طالع كذا. اه ده لا يبقى لا تتمتع عشان ما تغلطش. انا ولاد فقير ما عنديش. طيب انت هتقعد بعد الحج؟ اه هقضيها يبقى انت بقى تفرد. واحد يبقى انت هتختار للناس اللي معاك او تنصحهم بانهم يعملوا ايه انسب حج. ده كل اللي هو الثلاث انظمه. ما اعتقدش ان انتوا عندكم حاجه ثانيه في الانظمه. بالنسبه للعمره وطبعا أرجعنا هنا ونبدأ نتفق مع الشرح الحدود. كيف كانت أداء العمرة؟ عندي حرام. هو كيف الإحرام؟ ده المواضع اللي عندها أحرم بمحاذتها أو قبلها بشوية. لو تجاوزت الميقات اللي انا جاي منه من اتجاهه يبقى عليا دم علشان تجاوزت الميقات بدون احرام. واحنا قلنا الاحرام سهل ان انا اقول اللهم اني نويته، مش كده برضه النية؟ طيب هل عندنا يجب الاحرام عند المواقيت دي او عند محاذاتها برا او بحرا او دورا لكل من اراد العمره او الحج وعمل بقى حوالين الكعبه الشكل ده. شوفوا الخريطة دي بقى. هنا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتسليم. عند على بعد 9 أو 10 كيلو من المدينة ذو الحليفة. قال أديار علي اللي بيقولوها دلوقتي ده ميقات أهل المدينة أو اللي جاي من هناك لغاية هنا. يعني اللي جاي بالاتجاه ده من اهل الشام او من اهل تركيا اللي جايين من السكه دي لما يجوا يوصلوا عند ديار علي يبتدوا يحرموا. هو ابعد المواقيت على مسافه 427 كيلو من مكه. واحد ده ابعد المواقيت. اللي جاي بقى من مصر ومن المغرب عنده بلد اسمها رابط هنا وأصل الميقات عند البعثة. فدلوقتي الموازي لها مين؟ رابط. فلو جاي بالطيارة وماشي كده هنقابل الحتة دي هتبص تلاقي الطيار يقول لك خلي بالك انك فاضل على الإحرام نص ساعة. تقوم تجري وتعدي هتعدي الإحرام من أول هتوصل جدة. جدة داخل المواقيت. اوعى توصل جدة وتحرم منها. لكن لو دخلت جدة وأحرمت منها يبقى أنت تجاوزت الميقات بدون إحرام. يعني في ناس بتخطي الخطأ ده يقول لك أنا مرة أوصل جدة أبقى أحرم. لا. فيبقى أهل
يعني المغرب والمصر حيث الاحرام بتاعهم من الوقفه او الراجل. اليمن عند بلد اسمها يلملم. العراق ذات عرق ونبي قرب المنازل. الخط المشرشر ده اللي انتم شايفينه ده مواقيت الاحرام للرجال من بره. طب نفترض انا ساكن هنا عند النقطه الخضراء، احرم منين؟ من هنا، من مكاني، من بيتي. واخدين بالك؟ يبقى اللي داخل المواقيت يحرم من مكانه، اللي خارج المواقيت يحرم من على الخط ده او من على المواقيت اللي هو بيطلع عليها يدفع. واضح؟ طب المواقيت دي مين اللي حددها؟ سيدنا اسماعيل حددها بجد عليه. يبقى المواقيت دي توقيفيه عن رب العزه لسيدنا جبريل الى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، واحنا نلتزم بها. طيب امال ايه الخط ده بقى اللي هو ده؟ الخط اللي هو ده هو الحرم نفسه. الحرم المكي اللي داخله بقى لا يجوز تنفيذ السن ولا يجوز قطع الشجر ولا يجوز الى اخر المحرمات بتاعت ايه؟ ان انت داخل الحرم. حدوده عندك الحديبيه والتنعيم ومنطقه مزدلفه عرفه بره الحرم. خلي بالك عرفه بره مزدلفه نصها في الحرم ونصها بره الحرم. مين داخل الحرم؟ وفي حته اسمها جورانا، لو عندك حصوه في كده ولا حاجه، لو رحت شربت الميه بتاع الجورانا دي تنزل لك الحصوه حتى جوه. مش من ضمن المناسك، خلي بالك، لا مش من ضمن المناسك، لكن لو انت عايز تنضف الكيريا روح جورانا دي على مسافه 12 كيلو من لبنان، واشرب لك هناك الميه من المدير بتاعها اللي جورانا تنزلك الحصوه. على ما توصل لك تلاقي الحصوه دي. نعم. يقول ان انا ناخد الميه دي لحد هنا مثلا. ما انت قلت لحد قال لك لا. على الميه زمزم بيبقوها هنا الواحد مش كده. لا ما شربهاش هنا. ما شربهاش هنا. ما شربها هنا ليه؟ عايز تجيبها للناس عشان تخففهم. يعني ما هي البركه في المكان نفسه الحقيقه، يعني الواحد بيعتقد ان نعم. انا لو قلعت الطريق دي ما حدش هيتضايق. لو عرفت كلمه ماشي. والله سيدنا انا سامعك فيها ما تقلقش عليك. اتفضل. نفحه طيبه. مش عايز تطلع. ده هي اصلا لو كانت بتتحدث في سيدنا ما كانتش هتوصل. طيب انا بقى هنا لما اكون جوه مكه عشان اعمل العمره اطلع للتنعيم واحد من هنا، مين الأنظمة بقى اللي اتعملت بقى؟ قلنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.